أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل رمز نفسه بالسلفي، يقول: من هم العلماء الذين تنصحنا بأخذ العلم عنهم في هذا الزمان؟ العلماء كثيرون ولله الحمد، وأحسن الظن في العلماء ما لم يظهر على أحد منهم ابتداع أو شذوذ، والأصل فيهم العدالة ولله الحمد. أحسن الظن بالعلماء وخذوا عمن تستفيدون منه، ومن ظهر منه منكر أو شرك أو ابتداع فابتعدوا عنه إذا ظهر منه شيء، وما دام لم يظهر منه شيء وأنتم تستفيدون من علمه فإنكم تستفيدون من علمه وتطلبون العلم عليه. إلا من تبين فيه ضلال أو بدعة فإنه يجتنب.